رايك في اللي بيحصل في الكوره في مصر يا استاذ؟ هو بص، مشاكل الكره المصريه احنا ناسيين عنصر مهم جدا، وربنا يعني يعين جماهير الاسماعيلي. عنصر اساسي من انتاج لاعبين كره القدم، اخر اتنين لعيبه كانوا من 10 سنين خرجوا، حجازي وعمرو السوليه ويعتبر عواد، يبقى ثلاث لعيبه بس بتكلم على اللي لعبوا دولي يعني. فاخر اتنين لعيبه من 10 سنين يعني الاسماعيلي خلاص ما عندوش لاعب دولي. من مين اللاعب الدولي؟ مفيش ولا لعيب مين دولي؟ اللاعب الدولي؟ اصل عمرو سليمان مواليد 89، عنده 34 سنه. يا نهار ابيض يا جماعه، خلاص يعني انت بتتكلم ان نادي الاسماعيلي طول الوقت كان هو منبع للاعبين، للاعبين في كل المنتخبات، ناشئين شباب كبار. انت ويكفي حسني عبد الرب واحسن لاعب في افريقيا. لما تجيب اعلى مباراه في تاريخ مصر كرويا، مصر وايطاليا كاس عالم قارات، حمص، لا محمد حمص، وانتاج، مع ان هاني سعيد مش ابن الاسماعيلي بس هو تالقه كله كان في الاسماعيلي، صحيح. هاني سعيد وكان سيد معوض واحمد فتحي وكان محمد لا سوري شوقي مستعيد، وعندك حسني عبد ربه، حسني عبد ربه، محمد شوقي، احمد حسن، كل ده انتاج الاسماعيلي. يعني قعدوا 20 سنه، وانا فاكر الاسماعيلي من ساعه ما خد الدوري، وفي عماد النحاس من ساعه ما خد الدوري في بدايه التسعينات لغايه 2010 الاسماعيلي هو اللي علشان يا مصطفى بيتم حتى 94 كان مع شيخ طه، كان منتخب كله اسماعيلي، بشير عبد الصمد ومحمد صلاح ابو جريشه ومجد الصياد، خد كله، وايمن رجب خد كل، فهو من سنه 90 لحد سنه 2010 الاسماعيلي عنصر اساسي في تطوير الكره المصريه. وانا اسف معلش، الزمالك والاسماعيلي مدرستين فقط، لان الاهلي اعتمد على الشراء الجاهز فخلاص دي سياسته، ولكن التفريخ. طب دلوقتي الزمالك بيمشي بجناح واحد، بمعنى كده افضل خمس لاعبين اخر 10 سنين ظهروا المنتخب مصر محليا، لانه انتاج الدوري المصري الضعيف. تمام. احمد سيد زيزو، الونش، لا جدال على الكلام ده، ده احسن مدافع وده احسن لاعب في مصر. تمام. امام عاشور، صحيح. ثلاثة أربعة مصطفى محمد، صحيح. فتوح. يعني انت عندك خمس لاعبين منتخب اساسيين انتاج خرجوا من الزمالك. صحيح. يعني انت دلوقتي لما يبقى عندك خمس، وبعدين قبليهم طارق حامد، فيبقوا ستة. دول اساسيين لعبوا سنين في منتخب مصر. يعني الانتاج الحالي لمدرسه واحده بس، قلنا مدرسه الاهلي بيعتمد على الجاهز، باخد اللعيب اللي هو بيلعب دولي، من اذا كان لعيب اسماعيلي او زمالك او ترسانه زي ابو تريكه او عماد النحاس او وبيجيبوا لي انا بطولات. لكن لما تيجي تدخل مثلا يعني يجي يقول لك مثلا النادي الاهلي في الفتره اللي دايما يتكلموا، يقول لك ان منتخب مصر فيه 15 لاعب من النادي الاهلي، هو اصلا لاعب دولي. انا اعرف ان انا لو انا زيزو ما كانش معروف وقدمته، يبقى انا تعبت عشان اللعيب ده يوصل لاعلى مستوى، يبقى احسن لاعب في منتخب مصر. لكن ما اخدش محمد بركات اللي هو احسن لاعب في مصر في الاسماعيلي فيبقى احسن لاعب في مصر، انت ما عملناش حاجه. يبقى دي في الفاترينا بتاعت عرض النجوم موجودين، وطول ما الاهلي بيروح كاس العالم مش مهم منتخب مصر يروح كاس وطبعا العالم. طالما انت النادي الاهلي هو اكثر الانديه حصولا على الاموال والرعايه، والبطولات، فيكون عنده كده. لا فيكون عنده سهوله في شراء اللاعبين اللي هم مميزين. ده طبيعي. ما عندوش مشاكل. توزيع الرعايه يعني. عملت ايه للاسماعيلي؟ ما عملتش حاجه خالص. ما هو الاسماعيلي لما يروح يلجا للمحافظ، في حد لسه لغايه دلوقتي نادي فيه كوره وليه رعايه وقطب ثالث يروح للمحافظ ياخد 500,000 عشان يدي مش عارف ايه ولا يدي ده ما بيحصلش.